اللي بتقدمه انت حاط حاط مبلغ وقدره مليونين ونص، من المهم انك تعرف هذا المبلغ، لازم تتخذ القرارات الصحيحه علشان ما تخسر. وكيف ابدا من الصفر وما عندي راس مال؟ وفي ناس ثانيين كاتبين في الكويشنز انا ما عندي فلوس لكن عندي فكره كيف ابلش المشروع. دائما اخواني في العراق وفي المغرب، طبعا اكثر عندي نسبه كبيره من المتابعين في العراق والمغرب، فكثير منهم يقول لي احمد انت تتكلم لانك خليجي، انتم بالخليج مرتاحين، الوضع عندكم كويس. انا عند كان عندنا رحله للمغرب عشان نشتري منتجات تجميل، رحت هناك قعدت اسال، شفت ان عندهم ثروه كبيره جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرحمن نورتنا في هذا اليوم، يعطيك العافيه. ان شاء الله الله يعافيك يا رب. اليوم إن شاء الله نضبط الكونكشن، نضبط القاعدة، نضبط كل شيء على أساس نتعلم نحن من أخطائنا. يعطيك العافية. كيف حالك؟ والله الحمد لله تمام ومتحمس اليوم، أتمنى اللايف يكون، طبعا هذا آخر لايف بدخله، بعدين بتقاعد لمدة أسبوعين وإن شاء الله نطلع فائدة بإذن الله. بس أسبوعين؟ أسبوعين بقطع شوي. أيوه يعطيك أقول العافية. كذا بس ما ندري شو، الله أعلم. دائما رائد الأعمال يقول دائما ما، ولكن شغفك وحماسك بتلقي نفسك بعدين قاعد في البيت وما عندك شغلة، بتقول خلاص خلوني أدخل لايف، خلوني أفيد المجتمع. هذا التوقع صحيح. فمثل ما بدأنا في لايف الأمس قمنا بإغلاق الكومنتات، ولكن الآن لايف اليوم هو عبارة فقط عن Q&A، يعني أسئلة وأجوبة عامة. فعندنا احنا علامة الاستفهام موجودة عندنا في هذا اللايف، خلال علامة الاستفهام الموجودة عندكم في اللايف تستطيعون جميعا وضع جميع استفساراتكم وأسئلتكم الخاصة، وسوف نقوم باختيار من بعض هذه الأسئلة والإجابة عليها إن شاء الله في هذا اللايف. لين ما الجماعة يحطون أسئلتهم الخاصة اللي حابين يسألونها في أي نطاق كان في مجال التجارة، أنا راح أبلش بأسئلة من عندي في شيء أيضا دارج مجتمعي بشكل كبير، وشيء أنا أراه بشكل كبير وسؤال يتكرر من كثير من العملاء اللي يمرون عليه، اللي هو موضوع الشراكة التجارية. فكثير ناس يتخوفون من موضوع الشراكة، فأنت بوجهة نظرك أنا ممكن أطرحك الحين أول سؤال، اللي هو هل أنت مع الشراكة التجارية؟ وكيف نقوم باختيار الشريك المناسب في التجارة؟ طبعاً أنا مع الشراكة، الشراكة مهمة جداً وتعتمد على المصلحة، الحياة مصلحة والشراكة مصلحة، وأنا أشوف كل شيء في الحياة حتى الصديق مصلحة، الزواج مصلحة، كل شيء أنا أشوفه مصلحة. مصلحة مو شرط تكون مصلحة مالية، مصلحة تكون مالية أو مصلحة ان الواحد ايش يبغى من صديقه، يبغى انه يكون واحد رجال يوقف معه مثلا كمثال. فأول شيء انا مع الشراكه لاسباب كثيره، اول شيء الشراكه تقلل من المخاطره، الشراكه تزيد من القوه. وكثير لازم نعرف انه في بعض المرات نسال ليش التاجر هذا دخل مع التاجر هذا مع ان هذا يقدر يسويها الحاله. الموضوع ما هو انه يقدر يسويها الحاله كثر ما هو ايش المصلحه اللي ممكن يقدمها التاجر الثاني او الطرف الثاني. في مره يوم شبه من زمان شفنا تجار كثير دخلوا، قلت حق واحد، قلت يا ابو عبد الله انت كنت تقدر تدخل انت وابو سلمان بس في الموضوع هذا، ليش فلان وفلان وفلان كلهم دخلوا؟ قالوا احمد كل واحد في التجار ذولي عنده نقطه قوه ويكمل وراح يعطي المشروع او راح يكون مكمل للمشروع. هذه نقطه. نقطة ثانية اللي هي كيف تكون الشراكة ناجحة. نفس البيت الأساس يكون ناجح، أساس البيت إذا كان أساسه قوي نجحت الشراكة. في ناس كثيرة ما تعرف أنه لازم تكون صريحة أو تستحي أنه تكون صريحة مع الشخص اللي قدامها. الحياة المفروض يطلع، ما في حياة في الشراكة إذا أي شيء، مثلا حتى أن الواحد يتكلم في حال مماته مثلا إيش اللي بيصير، لازم يتكلم، هذا شيء واضح لازم نتطرق لهذا الشيء، وهذا شيء مهم جدا ان الواحد يقول اوكي بعد كيف طريقه التصويت، خاصه اذا كان كبير في العمر وكان عنده عيال. اوكي خلينا نكون صريحين هنا، ايش ما بعد الوفاه مثلا ايش اللي بيصير في الشركه؟ هنا تتضارب القرارات، يجون العيال كلهم وكل واحد يتخذ القرار اللي يبغاه. لا غلط. ف
فالحفاظ على المؤسسة أو الشركة من المهم أن تكون الأمور واضحة، الأمور مكتوبة، والقرارات هي ثلاث أنواع ممكن إذا أبغى بفيد فيها المتابعين. القرارات أول شيء قرار بالإجماع، قرار بالأغلبية، وقرار بالاتفاق. طبعا كل الأنواع هذه الثلاثة نحطها دائما في جملة، مثل مثلا زيادة رأس المال يكون بالإجماع، يعني لازم يجمعون كلهم عشان يزيدوا رأس المال، أو زيادة رأس المال يكون بالاتفاق. الاتفاق على أي أساس؟ على الأساس اللي احنا نحطه، مثلا بالنسبة، إذا كانت النسبة للمصوتين 75%، أو نقول زيادة رأس المال بالأغلبية، خلاص القرار على الأغلبية. وهذا إذا كان الأساس قوي كانت الشراكة صحيحة. طيب أحمد، أنا بقول لك شيء. في بعض المرات في بعض العملاء، خلينا نقول وهذا الشريحة الأكبر من المجتمع، تكون مثلا أصحاب أفكار ويجدون شخص آخر عنده مبلغ مادي، فيقولون إن إحنا نشترك مع بعض. هذا هو مفهومهم للشراكة، إن شخص لديه المال وشخص لديه الفكرة، فبالتالي إحنا نشتري مع بعض عشان نكون شركاء. هل تحفز أو هل تحبذ هذا النوع من أنواع الشراكات، يعني الشخص اللي عنده الفكرة والشخص اللي عنده المال والاثنان عندهم مصلحة مجتمع اللي هي تأسيس مشروع تجاري؟ فهل ترى أن هذا النوع من الشراكات شراكات طويلة المدى وناجحة، ولا يمكن الاستغناء عن هذا النوع وتعريف الناس بشيء آخر، أن يمكن أن يكون هذا الشخص صاحب المال هو ممول وليس شريك؟ لا بالعكس، وجود شريك طبعا، المصطلح هذا اسمه سويت اكويتي. سويت اكويتي متعارف عليه، وعندنا قصه جميله اللي هو مارك كيوبن. مارك كيوبن يستخدم سويت اكويتي اللي هو الجهد مقابل نسبه. فانا اخذ نسبه في الشركه مقابل مجهودي. وجود رجل الاعمال مهم جدا، وكل واحد يطمح، مين ما يطمح انه يكون مع رجل اعمال؟ خلونا نكون صريحين، ولكن ان الواحد ينتقي رجل الاعمال. مثلا صراحه المعذره، في رجال اعمال انا اشوفهم عيال تجار لا يفهم ولا يدري وين ربي قاطه، وكل ما يجي عند واحد يقول انا بستثمر معك، هنا غلط، لان انت داخل مع واحد ممكن يكون ما عنده فكر او ما عنده فكره، بس ورث فلوس، عنده فلوس بس ما عنده الخبره. فمن المهم ان ننقي المستثمر العاقل، المستثمر اللي عنده ثقافه في المشروع، علشان ما نتصادم مع الشخص اللي عنده فلوس بس ما عنده ثقافه في المشروع، لان هذه ممكن تسبب لنا مشاكل. واعرف كثير من الناس دخلوا مع ناس عندهم فلوس بس ما عندهم الثقافه، وانتهت تجارتهم، او الشخص هذا متى بترجع فلوسي؟ متى بتجيب فلوسي؟ ما يعرف انه ممكن المشروع يكمل سنه سنتين. المشروع يحتاج لصبر، بعض المشاريع تحتاج لنفس طويل شوي، فالتاجر المثقف يعرف ان بعض المشاريع تاخذ وقت وتحتاج صبر. ليه؟ لانه عنده خبره وعارف ايش يعطي حلول للمشروع. اما الشخص الغير مثقف ممكن يودي صاحب الفكره بمليون الف داهيه. حلو. طيب السؤال اللي بعده اللي دائما يطرح في موضوع الشراكه، اللي هو موضوع اوكي، طب انا صاحب فكره والتقيت بتاجر اخر هو صاحب التمويل المادي وعنده الفكر التجاري وهو شخص مش جديد على التجارة، ولكن يجي الآن تحديد النسب، من يأخذ ماذا وكم؟ يقول لك صاحب الفكرة إنها هي فكرتي، أنا المنفذ وأنا المدير في المشروع، فبالتالي أنا أخذ النصيب الأكبر. ويجيك المستثمر يقول لك، أو الشريك الثاني صاحب المادة الذي أدخل رأس المال كمادة، يقول لك أنا أخذ النسبة الأكبر. فكيف يتم تحديد النسب ما بين هذه الفئتين؟ ممتاز. أول شيء صاحب الفكرة يهدي شوي ويركض، لان الفكره هي مجرد فكره. فانا اذا انا بكون لا، يقول لك رأيي. عندي الفكره والتنفيذ، انا عندي الفكره والاداره، سوف هذه ممتاز. فكرتي وانا اريد ادارتها. ممتاز. اذا المشروع متواجد، مثلا واحد شيف والمستثمر بيحط مليونين، مثلا مليونين ريال ولا مليون ريال او مليون دولار، لحظه انا اقدر اجيب لي شيف واعطيه راتب 50,000، واجيب لي مدري ايش، وابدا. اذا انت بتطالب نص، هي بالعاده هي فيها قانون وفيها اساس متداول بين التجار، ان صاحب الفكره فقط من غير راس المال ياخذ من 10 الى 20%، حلو، من سويت اكويتي، الا في حاله واحده، اذا كانت الفكره جديده، يعني مثلا شيء رياضية. ما
ريادية هنا يقدر يطلب زيادة لأنها فكرة، أما أفكار موجودة ولكن الشخص عنده حماس وشغف. أصلا رجل الأعمال يستثمر مع هذا الشخص بحماسة ترى، لأن لها قيمة، الحماس وشغف والحاجة لها قيمة، ولكن ما توصل أنه يأخذ 50% سوات إيكوت. يعني كأنه أنا حطيت مليون وهو خذ نص مليون، أخذت نص مليون. يعتمد، وكل ما كان متى تزيد النسبة؟ إذا كان عنده خبرة. مثلا أنا الحين بعض المرات بعض المشاريع أطلب 60% سوات إيكوتي، 60% أطلب وعادي تيك إت أور ليف إت. أنا عندي تراك ريكورد، عندي تاريخ، هذا تاريخي هذا أدائي، تبي تبي ما تبي مع السلامة. ولكن في البداية ما تقدر تتناقش بالنقاش هذا، من يقدر؟ عشان كذا بعض المرات تشوف مدراء تنفيذيين يأخذون صافي أرباح من الشركات، مدير تنفيذي ما هو شريك بس يأخذ صافي أرباح. ليه؟ على أساس إنه مثلاً هذا المدير كان في شركة بثباث مثلاً، ولا كان شركة لأني أنا أعرف القصة هذه، واحد من شركة بثباث جاء قال له والله أنا كنت أشتغل هنا، طلعت الشركة وجاء عند الجماعة قال له ما نبغى نسبة. فعنده تراك ريكورد، عنده تاريخ، فتاريخه يعطي قيمة مضافة في النقاش أو في الاجتماع. ولكن هي 10-20%. طبعاً إذا كان تقني، الموضوع تقني طبعاً تزيد النسبة. أكثر نسبة شفتها كانت 40%، وهذه كانت بين مستثمرين كبار، يعني نتكلم شركة قيمتها almost 50 مليون، كانت 40% ومبلغ كبير جداً من 50 مليون كرأس مال. طيب أحمد، تشوف إنزين إيش رأيك بهذه الاستراتيجية؟ إذا كان صاحب الفكرة أتى بالفكرة التجارية، وخلنا نقول إن هي this person skillful as well، يعني عنده skills ومهارة، هو الذي سوف يقوم بأداء العمل، هو صاحب الفكرة والفكرة ريادية، وهو الذي سوف يقوم بإدارة العمل، وأيضا هو الذي سوف يقوم بتوفير الخدمات في العمل. فبالتالي هو طريقة أخرى ممكن نقول عشان تحسب فيها رأس المال أو تحديد النسب، اللي هو هذا الشخص صاحب الفكرة وصاحب السكيلز يقوم بتقييم قيمته ويحولها إلى أرقام. يعني ما يكون الشيء بس خلينا نقول abstract، لا، يحول الشيء إلى أرقام. يعني يقول مثلا أنا مثلا في مجال خلينا نقول فكرة IT، فبالتالي أنا خبرتي في مجال IT سوف أقوم بعملية البرمجة وسوف أقوم بعمليات كثيرة، مما سوف أوفر هذا النوع وهذا العدد من العمالة خلال مدة سنة من المشروع. فبالتالي كل هذا أنا يعتبر رأس المال الذي أضعه في المشروع. فهل يمكننا أن نقيم قيمة صاحب الفكرة إذا كان skillful وإذا كانت الفكرة ريادية، خلينا نقول من حقوق الفكرة وهذه الأشياء، ونحولها إلى نمبرك داتا، وهذه النمبرك داتا تتحول إلى كوانتيتيف وتصير مبالغ أرقام محددة، فبالتالي يصير عندنا تحديد للنسب واضح. لأن إذا هذاك حط مليون خلينا نقول كاش، هذاك يساويه بمليون من المهارات والسكيلز والورك وكل شيء. ما 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 هي اللي بيكون، إذا بيكون رد، يعني إذا أنا بالصورة اللي بقول له طبعا اذا بعطيه 20% من 10 ل 20% مستحيل اعطيه شيء اكثر الا بشرط. اول شيء ال 20% هذه قيمه مضافه اللي هي بريميوم، البريميوم انا اعطيه مقابلها 200,000 من المليون. ثم انتقل لمرحله ثانيه، اذا يبغى اسهم اضافيه انا ما عندي مشكله، او التاجر ما عنده مشكله. في اغلب الاحيان التاجر يقول لك انا ما عندي مشكله ولكن بشرط، وهذا شرط متداول. انت وظيفتك نقيمها في السوق بالراتب، مثلا نقول الراتب 20,000 ريال، 20,000 ريال بالسنة 240,000. فبكذا انت بتشتغل مدة سنة بموجب العقد، ونبدل هذه الى اسهم، ولكن تكون بنهاية السنة، يعني تداوم 12 شهر من غير راتب، ثم احنا بموجب العقد اعطيك ال 24%. فهنا انت كم صارت عندك 42% مقابل خدت من البريميوم 20%، زائد انك بدلت راتبك، الراتب حقك الى اسهم، ولكن الراتب ال 42% تاخذها نهايه السنه لما نخلص السنه. فهذه احد الطرق اللي يبغى يزيد راس ماله من غير ما يدفع فلوس، ولكن بيعيش سنه من غير راتب. تمام. طيب آخر سؤال أنا بطرحه من عندي عشان بعدين نفتح الأسئلة للناس واللي انضموا لنا إلى اللايف الآن. عندكم علامة استفهام، تستطيعون وضع أي سؤال يخطر في بالكم، سؤال تجاري، وبعدين راح ننقي من هذه الأسئلة ويتم الإجابة عليها بالتتبع. السؤال هو دور الشركاء في المشروع التجاري. الآن في ناس تحتسب إن أنا إذا دخلت شريك أنا هذا هو دور في الشركة، أنا شريك، ولكن لا يكون له هناك دور في العملية التشغيلية. فمهم جدا خلينا نقول كيف يتم توزيع الأدوار
بما يتعلق الأدوار الوظيفية في عملية التشغيل للشركة، يعني من هو المدير المالي، من هو مدير الماركتينج وكل هالأشياء، هل هذا شيء ضروري؟ وكيف يمكننا يعني خلينا نقول ننصح هذول الشركاء إن بارتداء الهات أوف خلينا نقول قبعة الشريك في مرات في قرارات تنفيذية وقبعة الموظف الذي يساعد في عملية تشغيلية لتشغيل هذا الكيان؟ يعتمد على الخبرة أول شيء. لازم أنا دائما أقول لازم في بروتوكول، البروتوكول هو احترام القرارات أو الكتاب المكتوب والنص اللي موجود في الشركة. طب مو الغلط اللي أشوفه دائما خاصة من الناس اللي تجيني استشارات أربعة يقول أنا بمسك المالية، أنا بمسك التسويق. لحظة يا جماعة، وخاصة يعني أذكر قصة، حاطين مليونين ونص، مبلغ مليونين ونص، كل واحد يرفع يده، تبون أنتم تبون تقضون على المليونين ونص؟ ايش خبرتك اللي تمسك الماليه؟ ايش اللي بتقدمه؟ انت حاط مبلغ وقدره مليونين ونص، من المهم انك تعرف هذا المبلغ، لازم تتخذ القرارات الصحيحه علشان ما تخسر. كل دور انت بتمسكه او انت كشريك بتمسكه علشان تقول انا المدير المالي والمدير، ما ينفع اذا ما عندك خبره، خطا. بعدين لازم شخص واحد اللي يدير، ولازم يكون في بروتوكول. ما دام انا عينت المدير التنفيذي باتخاذ القرارات، أعطيه صلاحيات معينة يتخذها وأعطيه الحرية إلا في قرارات. عشان كذا في شيء اسمه authority matrix، في financial authority matrix اللي هي الحوكمة المالية. فأنا كمدير مالي أعرف في الشركة، أنا أعرف الحد الأعلى اللي أقدر أتخذ قراراتي فيه من غير ما أرجع لمجلس الإدارة أو من غير ما أرجع للشركة. وفي قرارات أنا ما أقدر أتخذها إلا لما إيش أرجع للشركة وأخذ محضر اجتماع أتناقش فيه موافقة ثم أتخذ القرار. الموضوع بروتوكول أكثر من أنه يكون يلا يا جماعة تعالوا وخلونا نتخذ. في الأصح أنه يكون بعض الشركاء اللي ما يقدر يقدم ويحس أنه ما يقدر يعطي الشركة، يجلس يكون عضو مجلس إدارة أو يكون شريك صامت ويخلي اللاعبين أو اللي عندهم الخبرة يأدون أفضل. تمام. طبعا أنا سألت هالأسئلة ليش؟ لأن هذه من أكثر الأسئلة المتداولة عند كثير من الناس في موضوع الشراكات، ويقعون في كثير من الأخطاء في هذا الموضوع، ودائما عندهم هذا الأمر، تحديد النسب، كيف أختار الشريك المناسب. هذه أحد الأشياء الدارجة كثير عندنا في التجارة. فيعطيك العافية على هذه النصائح الجميلة. الآن أنا اخترت السؤال الأول، وهذا السؤال لأن في كثير منا في ضمن الأسئلة الكويشنز اللي إحنا قاعدين نتلقاها حاليا، اللي هو كيف أبدأ من الصفر وما عندي رأس مال. وفي ناس ثانيين كاتبين في الكويشنز أنا ما عندي فلوس لكن عندي فكرة كيف أبلش المشروع. فالسؤال هنا، هل يمكن أن يبدأ الشخص بصفر رأس مال أن يبدأ مشروع تجاري؟ أكيد في قصص كثيرة قاعدين نشوفها، ما راح أقول قصتي علشان ما حد يقولك لا هذه قصتك الشخصية. خلونا نتكلم على قصص ثانية وممكن قصص احتمالات. ما شاء الله اون ديزاين من احد المشاريع في السعودية، اعرفه شخصيا وعطيته استشارات. الشخص بدأوا ببيع الكفرات، ثم ما شاء الله بعد من 2012 الحين عندهم من البراندات المعروفة في السعودية، براند قوي جدا. شباب بدأوا من الصفر، كان رأس مالهم 1500 ريال، كانوا يبيعون كفرات. طيب خلونا ننسى القصة هذه، خلونا نقول لكم قصة. أنا قدمت محاضرات كثيرة، ودائماً أخواني في العراق وفي المغرب، طبعاً أكثر عندي نسبة كبيرة من المتابعين في العراق والمغرب، فكثير منهم يقول لي أحمد أنت تتكلم لأنك خليجي، أنتوا بالخليج مرتاحين، الوضع عندكم كويس. كان عندنا رحلة للمغرب عشان نشتري منتجات تجميل، رحت هناك قعدت أسأل، شفت أن عندهم ثروة كبيرة جداً، فأنا أقدر أشتري بأي كمية أبغاها، أي كمية أبغاها من مثلا زيت الصبار أو كريم الصبار. أخذ الكريم هذا، أطلب لي لو 10 كريم صبار، أخذه وأحطه في منصة إلكترونية، ما هو متجر، المنصة أقل تكلفة لأن أعرضها في ترافيك نفس مجمع، أحطها في المنصة. إذا بعت 10 هذه أنا أبيعها بالدولار، أبيعها للناس اللي خارج المغرب. إذا بعتها بعشرة، العشرة هذه راح تجيب لي تدريجيا، العشرة تجيب لي 20، تجيب لي 50، تجيب لي 60، وتدريجيا يكبر المشروع. يا جماعة لازم نعرف ان الموضوع يحتاج صبر. الواحد اللي يبغى يبدأ من الصفر، المشكلة انه يقول انا ما ابغى ابدأ من الصفر، ليه يبغى لي وقت طويل علشان هو البزنس رحلة طويلة جدا علشان الواحد
ينجح. أنا ما نجحت من أول سنة، جلست سنتين علشان أوصل إلى النجاح، أو أوصل إلى نفس شوي، إن الواحد يحس إنه بدأ يجيب مبالغ مجدية. وقصص كثيرة. أنا أقدر الحين أشتري، يعني أنا من المشاريع اللي دخلت فيها كلها كبرات، تقدر نشتري موس حلاقة، أشتري وأعرضه وبينباع. فالحكاية تحتاج الموضوع يحتاج صبر. صبر. أنا بس أضيف عليك أحمد أن هذه أيضا بدايتي، أنا بديت بصفر رأس مال، لم يكن لدي رأس المال، والشركة الأولى اللي أسستها كانت هي شركة تدريب، فبالتالي أخذت ورقة وقلم وكتبت الأشياء التي أحتاج أن أصرف عليها، سواء كان هو المقر، سواء كان المدربين وتكلفة المدربين، سواء كان المواد التعليمية وموضوع التسويق وكل شيء. فبعد أن وضعت الأشياء التي أحتاج أن أصرف عليها مبالغ مادية، وزعت الأشياء اللي أقدر أنا I gain from my own skills، يعني أشياء أنا أقدر أطورها كمهارات شخصية فيني أنا تخليني أستغنى عن الاختيار، مثلا خلينا نقول أصحاب التخصص للقيام بهذا العمل بالنسبة لي. فقويت أنا شخصيتي وقويت أنا خلينا نقول السكيلز، المهارات الهارد اللي عندي حتى أقوم ببدء مشروعي. ونفس ما إن ذكرت، وأول سنة تجارية لم أكن أصلا أطمح إلى المال، كان هدفي فقط تشغيل المشروع، واشتغلت بموضوع الشراكات والسبونسرشيب بشكل كبير جدا. فاشتغلت في موضوع مهارة التسويق، بنيت كيان وبنيت مشروع على أساس أنه يكون البراند له يكون قوي جداً ورسالته تكون واضحة جداً حتى أستطيع التحصل على أكبر عدد من الشراكات. وجلست بعدين أسوي هانتينج، أسوي مش أي حد أطرح عليه موضوع أنه خلينا نقول إذا أنا أحتاج إلى مقر، ما هي الأماكن التي تستطيع توفير مقر لي ولكن بشراكة دون حاجتهم إلى المال. فذهبت إلى الجهات الشبه حكومية، الجهات مثلاً الغير خاصة، هذه القطاعات التي يمكن تدعمني في هذا الشيء. وخذت كم المقر مجاني عن طريق السبونسرشيب والرعايات، وبدأت بعملية التسويق وبنيت البراند وبنيت كل شيء، ولكن صبرت. خلال أول سنة لم أكن أطمح للمادة، لم أكن أطمح لأي شيء غير بناء علامة تجارية قوية. فأنا أيضا بدأت من الصفر، ولكن مثل ما أنت ذكرت الموضوع يتطلب كثير صبر، صبر وتحمل وتقوية مهارات وجهد وعدم نوم والاستغناء عن كثير من خلينا نقول متع أو كماليات الحياة الطبيعية. فهذه مشاركتي أنا الشخصية أيضا في هذا الموضوع، لأن هذا أكثر سؤال يجينا. أخذ سؤال ثاني. السؤال اللي بعده، عشان أبدأ أي مشروع تجاري، شنو هي الأساسيات التي أحتاج أسويها عشان أنجح؟ أساسيات المشروع التجاري. يعتمد على نوع المشروع، مشاريع أنصاف أصناف، يعني يعتمد على نوع أو مجال المشروع علشان نقدر نتخذ القرارات هذه. الأساسيات طبعا أنا أشوف من أهم الأساسيات أو أهم سؤالين أنا أو أهم قسمين أنا بالنسبة لي، القسم المالي وقسم التسويق. كيف أقدر لازم أسأل نفسي، اشتريت هذه كيف بسوقها؟ مين ببيع مين؟ كيف راح أوصل؟ الكثير يقول لا أنا عندي علاقات، ما شاء الله. المشكلة أن علاقاتك ما راح تشتري منك، هذه مشكلة معروفة. محيطك ما راح يكون عميل، راح ينتظرون الهدية، ينتظرون منك صح. الهدية ومستحيل خصم، تعطينا خصم، تبينا ما أدري إيش. أيوة، فلا تشوف أن محيطك والناس اللي تعرفها راح تشتري منك. فحتى لو أنت مشهور أو شخص معروف، دائما ترى في كثير من اصحاب اللي عندهم شهره خسروا. اللي يتذكر هوغ هوغن المصارع، كان عنده مطاعم وشخص مشهور خسرت مصاعم. جينيفر لوبيز كان عندها مطعم خسر مطعمها. لا يعني انك انت مشهور هو نجاح المشروع. فيعتمد المشروع انا امانه على السؤال، كيف راح ابيع المنتج؟ هذا واحد. وايش الميزانيه وراس المال اللي احتاجها؟ وحتى لو واحد ما عنده راس مال ايش بتسوي؟ لازم تسال نفسك، اوكي انت جبت المنتج ما عندك راس مال، ايش بتسوي؟ كيف راح تبيع المنتج؟ تمام. السؤال اللي بعده، كيفيه العوده بعد الافلاس والعوده بقوه، اي كما كان الوضع عليه من قبل؟ يعني انسان تعرض للافلاس لازم نشوف الادوات. الأدوات اللي عنده سواء كانت مالية أو كانت عنده أصول ديون، في بعض الأحوال
اتذكر جاني واحد استشاره ما تقدر تسوي له ولا شيء، حتى قلت له انا اعتذر ما اقدر اسوي لك شيء، لان ما في اداه ما استخدمها، حتى الجمعيات دخل فيها، والمشروع كان، وحتى الجمعيات ديون من ربعه، يعني ما في خلالك شيء الا سواه. فالادوات اللي حقت البزنس ما هي موجوده، فبعض المشاريع ما لها علاج، ما له علاج خلاص. فيعتمد على الوضع، علشان نقدر نقرا الوضع لازم نعرف ايش الوضع الحالي للمشروع نفسه. طيب هذا طبعا بما يتعلق بموضوع الشراكات ايضا، هل صاحب الفكره يكون شريك بالنص الربح مستقبلا؟ وكيف اعرف انه الطرف الثاني يعني لم ينفذ فكرتي بدون علمي؟ طبعا احد اكثر الاشياء اللي تعرض لها اصحاب افكار المشاريع خلينا نقول المميزه هو خوفهم بعد ان يقوموا مثلا بمشاركه الفكره لاحد الممولين، ان يقوم بسرقه الفكره، وهذا خلينا نكون واقعيين ان هذا الشيء يصير ويحدث بشكل مش مره ولا مرتين، يعني مروا عليه كذا شخص ان عرضوا افكارهم لبعض الناس وبعدين قاموا بسرقه الفكره وتنفيذها بدون علمهم. فكيف يمكن ان يحافظ صاحب الفكره على فكرته عندما يقوم بالبيتشنج او خلينا نقول عرض الفكره للممولين او مستثمرين خارجيين؟ انزين انا بقول فكرتي، وممكن اعطي ريسورسز بمكان اللي انا اشتريت منه، والميدان يا حميدان. ما هي الفكره؟ عمر الفكره ما كانت سلاح. اللي يخاف ان واحد يسرق مني الفكره يعني اصلا ما عنده ثقه في ادائه وادارته. الفكره عمرها ما كانت نجاح. انا ضد ان الواحد يقول فكره، لا، الشخص هو اللي نجح المشروع نفسه. اللي يخاف ان فكرته تخسر يعني ما هو جاهز اصلا للبدايه. اذا انت ما انت واثق من نفسك انك انت راح تنجح، انك انت واثق انك بتعطي كل ما عندك لهذا المشروع، وواثق مهما كانت الاموال للشخص اللي قدامك، ترى ما عمر المال يقوي. ترى انا ضد ان الفلوس، لا هو عنده فلوس اكثر، لا لا لا، اذا لعبت بطريقه اذكى تقدر تكسب، بس انت تحتاج فتره اطول، تحتاج نفس طويل، وتحتاج انك ما توقف دائما، تحتاج انك عشان تفوز تفكر يعني افكار انت عارف ان هذا الشخص ما راح يحطها في الحسبان. وبعدين بكون صريح، ترى الحاجه اقوى من المال، المحتاج اقوى من المال. اللي عنده فلوس بيوظف ناس، اللي بيوظفه يبغى راتب اكثر الاحيان يعني، ولكن صاحب الفكره حتى لو ما عنده، لا، يبغى ينجح، يبغى يثبت عنده حاجه. فانا ضد الفكره. زائد سؤال يقول هل صاحب الفكره يكون شريك؟ لا لا، هو شريك بالاسهم. كم سهمه؟ ما دام في مليون ما دام صافي الارباح 100,000 وهو سهمه 30%، فراح ياخذ 30%. ولكن هنا يعتمد ايش اللي مكتوب في عقد التاسيس؟ ايش اللي مكتوب في عقد التاسيس؟ يعني انا الحين ممنوع ابيع حصه شركتي لمده 10 سنوات. ممنوع ابيع الحصه. ليه؟ لان انا صاحب الفكره، فهم الشركاء يقولون احمد دقيقه، بكره احنا داخلين معك، بكره انت تمشي، الشركه ممكن تتاثر، انت صاحب الفكره، انت ممنوع تبيع، وقع ان انت ممنوع تبيع لمده 10 سنوات. هم العشر سنوات هذه بالنسبه لهم ريتيرن اوف انفستمنت، يعني انا بالنسبه لي يعني اكتفيت ماديا، ممكن بعدها انت تفكر في هذا الموضوع. تقدر تبيع زي ما تبغى، بس اول 10 سنوات اعطيني، رجع لي راس المال، اشتغل، ليش تبيع؟ فهنا طبعا نقطه الحوار. فبالنسبه هي تعتمد على السهم نفسه. تمام. السؤال اللي بعده هو شنو احسن تجاره ممكن المبتدئ يبلش فيها، وكيف ممكن اتعلم التجاره اللي تناسبني؟ سؤال عام. ما في شيء اسمه افضل. مثلا انت جرافيك ديزاينر، تحب التصميم، ادخل في التصميم. انت شيف، ادخل في الطبخ. ادخل بالشيء اللي عندك شغف له. ليه؟ وقالها بيل جيتس، يا بيل جيتس يا ستيف جوبز، قال نقطة مهمة، قال ليه انك تدخل في شيء انت عندك شغف فيه، علشان في اصعب الاوقات واصعب المعوقات انت ممكن تستحمل الشيء اللي تحبه، بس ما راح تقدر تستحمل الشيء اللي انت ما تحبه.
والبزنس في أوقات صعبة. اللي يحب البزنس ويحب مشروعه نشوفه في الويكند ينتظر يوم الأحد، ويوم الخميس ينتظر يوم الأحد، فعنده أحلى يوم الأحد وأسوأ الأيام يوم الخميس. هذا صاحب البزنس واللي عنده شغف في البزنس، ولكن اللي يناسبك اللي أنت تقدر تقدم له. أنا أحب أيضاً أعقب على هذا الموضوع، قوموا باختيار التخصص الذي، أو خلينا نقول المهارة مثل ما ذكر أحمد، التي تجيدونها. يعني مثلاً خلينا نقول إذا كان عندك شغف الرياضة، اختار مثلاً، نقول أنا شغف الرياضة، ثم اختار سبنيش، اختاروا عملية التخصص الفرعي في الرياضة. ما الذي تحبه؟ تحب مثلاً البادي بيلدينج، تحبون النيتريشن، what do you like؟ بعدين يتم تحديد السب نيش، أو خلينا نقول التخصص الفرعي إذا كان مثلاً البادي ويت. بعدين اختار آلية الريفينيو ستريم، كيف سوف اقوم بعملية البيع، وما هو المنتج الذي اقوم ببيعه، وكيفية التحصل على الاموال. فاذا كان البادي بيلدينج، خلينا نقول انا سوف اقوم بتوفير كلاسات وحصص من اجل البادي بيلدينج، فيكون هذا هو الريفينيو ستريم تم تحديده، وبعدين اقوم بالتسعير ودخول التجارة بناء على السكيل. فمثل ما ذكرنا، يعني اتوقع ان اختيار التجارة المناسبة في البدايات يكون على حسب الشغف، يساعدكم بشكل كبير. عندك يعني، ولا شنو رأيك أحمد؟ لا أنا معك، الشغف مهم جدا أول شيء، ولكن الشغف اللي ما يجيب فلوس ما ينفع. يعني ممكن واحد يكون عنده شغف في شو اسمه الرقبي مثلا، الرقبي ما راح، لو تحبها من اليوم لبكرة وتفتح محل رقبي ما حد راح يشتري منك هنا. فيعتمد على أوكي أنا أحب شيء، بس هل الشيء هنا الناس تتقبل؟ هل ممكن أقلب هذا الشيء كحرفة تجيب لي فلوس؟ فأنا مع الشغف وأحب أدخل في الشيء اللي، بس أنا دائما يعني أنا بصراحة إيش عرفني في التجميل وسكين كير، ولكن الفلوس حببتني فيه. عندك شركة صراحة. سكين كير قلت لي صح؟ تجميل. إيه تونا فاتحينها لأن 8 شهور الحين شغالين عليها. لأن دخل فلوس، لأن النساء أكثر الناس يشترون. ايه يحبون، فحتى وقت الازمات ما شاء الله يعني. اوكي. هاي سؤال ضحكني فاخترته، كيف تطير احد الشركاء من الشركه؟ هذه لعبتي انا. طبعا شيء نطير الشركه، طبعا هذا شيء ترى متواجد بين الشركه. بعض طبعا في اشياء ايجابيه وفي اشياء سلبيه. لما نقول الشيء السلبي، لما يجي شريك غثه مجلس الإدارة لا يطور، كله يصوت تصويت خاطئ، ما عنده هدف، ما يحب البزنس، يعني صار سلبي كثر ما هو يكون إيجابي. طبعا الحل في حلول اسمها أكل الحصص، إن نحاول ناكل حصة الأمام طايرة. أكل الحصص يعتمد على بند واحد من بنود عقد التأسيس، اللي هو بند زيادة رأس المال. إذا كان بند زيادة رأس المال بصالح الشركة، يعني عندي أنا الصوت، عندي وعند شريك بس ما عند الشخص الفلاني، اللي نقدر نسويه ان نقول نبغى نزيد، ونعرف انه ما يقدر يدفع فلوس، نقول يا جماعه احنا نحتاج ان نزيد نطور الشركه ونزيد راس مال الشركه. واذا زدنا راس مال الشركه له هو بيضطر انه يدفع، واذا احنا نعرف انه ما يقدر يدفع فاحنا بنبدا ناكل حصه تدريجيه الى ما نطلع، او نخليه بنص حصه نص سهم بزيادة رأس المال، وبعدين يعني تتملكون على النسب الأكبر في الشركة لما هو بعدين يصير ماله صوت في المشروع. صح. السؤال اللي بعده، أنت تقول إنه السوق للجميع، هل لو جبت شيء تقليد وفتحت فيه هل راح أنجح ولا لا؟ يعني هل لازم دائما كل المشاريع تكون جديدة، منتجات جديدة، ولا عادي مثلا ممكن نوفر منتجات بناء على حاجة مجتمعية وهي أصلا متواجدة في المجتمع؟ كل شيء له مخاطرته. طبعا الشيء الجديد له طبعا مكسب عالي ولكن لها ضريبه. عندنا الاشياء، انا احب، انا من وجهه نظري احب الاشياء الموجوده. ليه؟ لان سهل اني ادرس الحاله، ادرس حالات المنافسين، وضع المنافسين، اشوف الثغرات، ايجابيات وسلبيات، اسوي سوات اناليسيس، اعرف ايش الوضع. اذا مشروع جديد وما حد سواه ترى فيه مخاطره أنا على اي داتا وعلى اي معلومه انا اقدر اقرا فيها السوق، او ممكن انتظر الناس اصلا تفتح هذا المشروع بعدين ادرسه بعدين ادخل انا بعد. ترى كثير من التجار
بعضهم يفضل انه يدخل باشياء جديده، بعضهم لا يفضل انه ما يفضل انه يدخل الاول، يفضل انه يدخل الثاني علشان الاول يكون طعم او يكون تجربه ومن خلالها ندرس المشاكل اللي يمر فيها ويكون هو الضريبه اللي بيمر فيها. انا من الناس اللي احب ما احب الافكار الجديده بصراحه، لسبب احب اني اقرا السوق، يكون السوق واضح بالنسبه لي ورؤيه واضحه، بعدين ادخل وكل واحد له هدفه يعني وفكرته. انا ما في ولا مشروع عندي دخلت فيه الا الجديد الا ذا بارتنر، الباقي كله عادي، بس اخذ افكار وادرس المشاريع وادرس دراسات حاله واطور، ادمج هذا وهذا وهذا واكبر. من وجهة نظر اخرى يعني من جهتي انا ما ادخل في اي مشروع مكرر، كل مشاريع جديده ولازم تكون شيء جديد في السوق واكون البايونير ان ذا ماركت. احب المخاطره بهذا النوع، احب يكون في شيء جديد وانا سباقه في هذا المجال. ولكن مثل ما ذكرت كل يعتمد بعدين على الموضوع ان كل تاجر وشنو اريحيته ويعتمد بس على الجديد. ترى اذا بنتكلم على الجديد بنتكلم على ماده جديده، مثل مثلا تسلا. تسلا كانت جابت فكره جديده، سيارات كانت بنزين صارت بطاريات، هذا اللي اقصده شيء جديد. مثلا طلبات اول ممكن من اول اوائل الشركات اللي كانت التوصيل من 2004 على ما اظن 2005، فهي خذت ضريبه انها جلست 10 سنوات او 8 سنوات على ما اعتقد تدفع الضريبه هذه اللي ما كانوا يطلعون فلوس وقتها، فبس لها مكافاه عاليه، فيعتمد على استراتيجيه الشخص وفكر صاحب المشروع. تمام. في سؤال، في شخص قاعد يكتب سؤال بشكل كثير جدا، فأنا بس راح أحط هذا السؤال لأنه يمكن كاتبه فوق 50 مرة. كيف تنصح واحد مطلع يفتح مشروع أو تخصص مو بزنس يبي يشارك في دورة لإدارة الأعمال، تنصح بمن؟ يعني نسوي دعاية يعني؟ لا يعني قصده انه هو مقبل على فتح مشروع تجاري وهو ليس متخصص بزنس ولا يدرك اي شيء في البزنس، فما هي الاسس الاساسيه اللي تنصحها يدخلها او دورات على اساس انه يتعلم اسس التجاره؟ ممتاز. اول شيء دورات كثيره موجوده في السوق، اختار انت الشخص اللي انت تشوف ممكن يفيدك، هذا واحد. الشغله الثانيه قناه اليوتيوب مليئه، انا دائما اقول للشخص اللي يبغى يتعلم بيتعلم، يقدر يبحث. اذا انا جلست يقدر يبحث، البحث اول شيء عنده اشياء مجانيه وعنده اشياء مدفوعه، انا دائما اقول روح للاثنين المجاني والمدفوع، لان المدفوع راح تحصل شيء ما هو موجود بالمجاني، والمجاني يعطيك الاساس. فدائما ما قد دخلت في شيء او مشروع ما اخذ دورات فيه، انا تمام بالتدريب قبل ما بنيت دورات راينو دخلت اخذت دوره ريتشارد شو اسمه راسل برانسون بالفانلز، فقبل ما ادخل شيء ابغى اتعلم من الناس اللي جربوا، اتعلم من اخطائهم ثم اطبقها واخذ بعض الافكار الايجابيه والدراسات اللي هم والاشياء اللي تعلمتها. بمن انا مو موجود هنا اسوي دعايه. طيب السؤال اللي بعده هو موضوع كيف اصنع نفسي قبل ما اصنع المشروع، واتوقع الغرض من هذا السؤال انه ما هي المهارات التي يجب ان اكونها في نفسي كرائد اعمال او كصاحب مشروع تجاري قبل خوض مجال التجاره، يعني مهارات اساسيه لازم يتعلمها كل فرد قبل دخول التجاره. طويل الموضوع هذا، يعني عندنا يتعلم شويه على الماليه مو لازم تعرف تسوي القوائم الماليه، بس تعرف انك تقرا قوائم ماليه، اسس الاداره، يعني كل شيء. يعني بالعكس مو شرط يا جماعه انك تدخل المشروع وانت ابو العريف، صعب. انت بتدخل ويكون عندك شيء بسيط من يعني حتى لو اخذت اكبر الدورات انت ما راح تاخذ الخبره لما تجرب في الميدان، بتجرب في تفتح المشروع تبدا تشوف نفسك تتعلم، خاصه اذا كنت ملقوف. الشخص الملقوف دائما يتعلم اكثر من الشخص اللي يستحي، الشخص اللي يحب يسال المطلع هو الشخص الناجح اللي يحب يقرا. لو يقول دائما اقول للشخص انا اكثر شيء تعلمته اني حاط قانون كل يوم اتعلم شيء جديد، لما اصحى الصباح لازم شيء جديد يخص مجالي ولازم اطبقه، ما اتعلمه بس وكذا، اخذ المعلومه اطبقها بعدين اشتغل اخذها بعدين اطبقها. بس
تمام. سؤالي بعده متعلق بالأسواق المالية، مساكم الله بالخير، تحياتي للأخت عزة. سؤالي لأحمد، شنو رأيك في الأسهم الأمريكية وهل قمت في التداول فيها؟ بالبداية أساسي أنا تداول أمريكية، طبعا أنا بتداول مستثمر طويل المدى وليس قصير المدى، وأختار الشركات اللي أشوفها طبعا رأيي فيها. كأنك لو أقول لك أودك تدخل شريك في أبل، هذا رأيي فيها. بتقول لي إيه وأبغى أكون شريك في أبل، تبغى تكون شريك في كوكاكولا، فهي انك انت تختار الشركه اللي تبغى تشتري اسهمها. فقبل ما تشتري الاسهم تخيل انت مينش من الشركات اللي تبغى تكون شريك فيها، اللي تشوف لها نظره. طبعا لازم تقرا القوائم الماليه حقتها وتشوف اذا عندك تحليل فني، تبدا التحليل الفني ثم تتخذ القرارات الصحيحه بالوقت المناسب للشراء في الاسهم او في الاسهم اللي انت بتشتري فيها. لما قلت طويل المدى، شنو قصدك بطويل المدى الاستثمار او التداول طويل المدى؟ يعني 10 سنوات، 5 سنوات، يعني اشتري حصه. يعني ابل الحين انا فيها ب4 سنوات كملت وما راح ابيعها. في تسلا لي 4 سنوات من 2016 بس قاعد طلع لك افكر ابيعها. بونص. ايه يطلع لي ارباح، صافي يطلع لي ارباح سنويه، وبعدين تجي لي ارباح من السهم، من سعر السهم. هاي سؤال كثير حبيته، ما هو رابط الخير والنجاح في البزنس؟ أشرح لك إياه؟ كيف؟ ولا يعني هل البزنس وجهي ما هو خير يعني؟ أنا لا يعني حسيت ما قصدي فهمت، يعني كلمة صعبة يعني. لا إنه سوري. القصد منه النوايا يعني عمل الخير، ما هو الرابط بين الخير والنجاح في البزنس؟ يعني هل صحيح ان كل الخيرين او الناس اللي نواياهم طيبة وصافية هم الناس اللي دائما لهم نصيب اكبر في النجاح؟ لا مو شرط، عشان اكون صريح، في ناس ما عندها سالفه ويعني نواياها شر بشر وتنجح، ما هو مرتبط في النوايا، ولكن يعتمد على الشخص. في ناس تشوف ان الشخص اللي يفصل موظفينا نيته ما هي زينه، فلازم نكون واضحين في ايش نقصد بالنوايا. العاطفه ممكن اذا بربطها بالعاطفه، العاطفة المفروض ما تكون متواجدة في البزنس. في بعض القرارات أنت بتحس أنها ما هي خير في البزنس، ولكن أنت بالبزنس هي خير. أنا ليش تكلمت في هذا الشيء؟ لأن في ناس يقولك أنت شرير تفصل موظفين، أو أنت شرير تسوي الشيء الفلاني. لا، هو ما هو شر، هو كأن احنا طالعين بقارب والكل يجدف، وفي واحد مو قاعد يجدف، كله يتأخر وكله يغيب، فهذا لازم ينفصل. يعني إذا انفصل، لأن السفينة لو المركب بيكون بطيء، وجوده ممكن يفصلنا كلنا. فعلشان يعتمد على الخير طبعا. أما نقول الخير، كلمة خير النوايا، إذا بنتكلم أني أنا إذا جات الأرباح بطور فيها البلد، بوظف فيها الشباب، أنا بفتح جمعيات، بس بسوي بفتح هنا، أوكي ممتاز بالعكس. بس ما هي مرتبطة، لان قاعدين نسمع تجار نواياهم جميله ونشوف ما شاء الله قدموا ايش للمجتمع وايش سووا، وتجار ما شاء الله فلوسهم مثلا، يعني الله اعلم. ليش هذا السؤال مهم؟ لأن في عندنا شيء دارج خلينا نقول في المجتمع النسائي، اللي هو الدورات التدريبية اللي تتكلم عن موضوع النوايا، نوايا الإنسان، وهي مقولة أصلا على نواياكم ترزقون. يعني كل ما كانت الإنسان نيته صافية، النية النهائية خلينا نقول الغاية الأساسية من كل شيء يقدمه، وكان يقدم كثير من عمل الخير ويرشد الناس، ولا يحمل خلينا نقول البغضاء وهذه الامور، ليس قرارات التنفيذيه، قرارات الحازمه متعلقه مثلا بخسارات تجاريه، ولكن النوايا. كل ما كان الانسان نواياه صافيه، وهنالك دورات كبيره تقام في هذا الموضوع، واهتمام كبير من الجانب النسائي في هذا الشيء، ان كيف نصفي النيه حتى نستطيع جذب الامور الجميله في حياتنا. من وجهه نظر خلينا نقول انت رجل سيستماتيك، هل ترى ان هذا الموضوع ميك سنس؟ أنا أول درس تعلمته من المرشد كان يقول لي ethics and hard work، أول كلمتين تعلمتهم، الأخلاق والمجهود. إذا بنتكلم أن الأخلاق أني أكون شفاف، أني أكون صريح، وأنا تعلمت هذا الشيء. إذا ما أعرف أقول أني ما أعرف، أنا ما أعرف أكتب وأقول للأشياء بالعكس، يعني النية زائد أن الواحد يقدم الخير في الاشياء. كل ما
دائما كل ما واحد يعطي المجتمع يجي له من غير مردود، فيعتمد. انا يعني بنتكلم، هل انا ماشي على النوايا الصافيه؟ الحمد لله انا اشوف نفسي اني ماشي صح، نيتي صافيه مع عملائي، مع موظفيني، عندي مسؤوليه اجتماعيه نقدمها، فلها دور كبير، لها دور كبير طويل المدى وليس قصير المدى. هذا ليس قصير المدى، انا اشوف طويل المدى. ليش طويل المدى؟ الشخص اللي نيته ما هي زينه ما حتقدر تكتشفه من البدايه، ينكشف بعدين. اللي عنده نيه بينعرف، ما شاء الله بينعرف. مثلا عندنا الشيخ عبد الله فؤاد الله يرحمه، تعرفنا عليه بعدين، بس ما تعرفنا عليه بدايه مسيرته، ان ايش سوى للمجتمع وايش قدم والاخلاق ما شاء الله. فاتذكر قبل ما اقابل اول ما سمعت قصته ذكرتها في الانستغرام، قلت اتمنى اني اقابل هذا الشخص العظيم. طلع لي واحد من احفاده قال لي بخليك تقابله، سبحان الله قابلته قبل ما يموت باسبوعين شفته، وكان حلمي اني اشوف، كنت اقرا مسيرته اقرا كلامه، وكان ذو اخلاق عاليه جدا، معروف في السوق، من التجار المعروفين في الشرقيه. فبالعكس انا اقول الربط الجميل ان الناس تذكرك بالخير وتكون قصه وبصمه جميله في مجتمعك، وهذا اعظم من اي مال موجود اصلا في الدنيا. تمام. انا شوي قام يشير عندي، في عندي ضغط في الاسئله، ولكن السؤال اللي كنت المفروض انزله خلينا نغيره، اشوف اذا بيدخل واحد ثاني. انا لازم اشحن شو اسمه الجهاز، بس ثواني اجيب الشاحن ولا بنخلص احنا شوي ولا عادي؟ بقى شوي. اوكي اي باقي شوي، بس انا اصلا اوريدي شيرت عندي الاسئله، لكن انا اقدر اقراها من غير ما انزلها. السؤال اللي بعده يقول لك عندي مبلغ مالي 250,000، هل تنصح افتح مشروع او استثمر فيه في الاسهم؟ صعب اني اجاوب على هذا الشيء لانه يعتمد، ان نعطي نصيحه ماليه تعتمد على اسس كثيره، تعتمد على وضع الشخص، عمره، زي ما قلت هذا التخطيط المالي يا جماعه يحتاج ان الواحد يجلس مع الشخص ويسمع منه، مثلا كم عمرك؟ العمر له دور، مستوى المخاطره، تكلمنا في هذا الشيء اظن امس او قبل امس، امس صح؟ ايوه تكلمنا في هذا الشيء، ان العمر له دور في المخاطر، الوضع المالي له دور، الاهداف والرؤيه المستقبليه لها دور، بنحدد وين انت تبغى تروح، تبغى مداك بعيد، قصير، متوسط، علشان نتخذ القرارات. فالموضوع كله مرتبط. صعب يا جماعه اني اقول هذا الشيء، ممكن يجوني اثنين شخصين عندهم نفس راس المال، اقول حق واحد ادخل هنا والثاني اقول لا ادخل هنا، مرتبط في اهدافه، في الاهداف الاستثماريه. طبعا نفس ما قلت لك عندي الاسئله ما اقدر انزلها، ولكن بختار ايضا الحين نختار اخر ثلاث اسئله. والسؤال هو انتم تكلمتوا عن الشراكه وقواعدها، بس ما تكلمتوا شنو لازم يصير في حاله الخساره في المشروع. ايه هنا الغمند، هنا مشاكل. طبعا كل شريك لازم يضخ سيوله، طبعا هنا لازم يضخ سيوله من الشركاء، وكل شريك مطالب انه يضخ سيوله على حسب نسبته، ولكن اذا رفض احد الشركاء ضخ سيوله، نرجع من الطبيعي الى بند زياده راس المال، واذا كان بند زياده راس مال بالاجماع فما اقدر اغصب الشركاء انهم يضخون سيوله، الا بعد وعلى حسب الدوله اني احط بند ثاني. طبعا انا خبير في البنود، احب انا شكلك انقرصت كثير فرحت تعلمت القانون بشكل جدا قوي، ولا لان لا انت حاب تحمي نفسك من البدايه؟ انا حريص كثير، والحمد لله ربي رزقني يعني شركاء تعلمت منهم، وانا ملقوف ترى، دائما اقول اذا صار هذا الشيء شو يصير؟ اذا صار هذا الشيء فعمرهم وكم يعطوني، يعني يقولوا لي اذا صح انت احمد ايش اللي، ليش تبغى تعرف؟ ابغى اعرف اذا ما دفع شو يصير؟ فبديت اجمع من هنا ومن حتى المحامي اساله لو ما دفع كيف ابغى اجبره؟ فبديت اتعلم تدريجيا كيف ارتب عقودي. انا دائما اخطط اليوم الاسود قبل اليوم الابيض.
ألو فهنا في بند في بند ممكن ينكتب، ما راح اتكلم صيغه البند بالضبط، ولكن هو البند يقول لو لا قدر الله صار في التزامات واجبه السداد، ولكن في احد الاطراف ما اوفى او ما قدر يدفع هذه الالتزامات اللي هي واجبه السداد، يحق لاحد الاطراف انه يدينه او يعطيه الفلوس كدين لمدة 5 شهور أو 6 شهور، ثم إن الطرف هذا اللي أنا أعطيته فلوس يرجع لي إياها، ولكن إذا لا قدر الله ما رجعها تنقلب إلى أسهم، فهو يبيع لي إياها كأسهم، هو موافق إنه يبيع لي إياها كأسهم، فأنا هنا ربطت نفسي وغصبت إنه يبيع أسهمه قبل ما تحدث الكارثة. فهذا من البنود المهمة جدا. وبعدين في ثغرة ثانية، ويتم تقييم الشركة بإيش؟ التقييم في تقييم دفتري، وفي تقييم إن نجيب شركة مقيمة أو التقييم الاسمي. فهنا لازم نكتب، لازم نحدد إيش التقييم. زين بعدين من التقييم من نجيبه إذا كانت اسمها شركة؟ ويتم الموافقة على الشركة مثلا من قبل الطرفين، واحد يجيب مقيم وهذا مقيم، وناخذ المتوسط كمثال. فلازم هذا تمام. كله ينكتب عشان نسكر الثغرات. يلا يعني هذه انت استشارة خطط اليوم بملايين، بحس ترى هذه نخطط استشارة اليوم وشوفوا بملايين. هاي استشارة بملايين، إيه هاي استشارة بملايين، واليوم تقديم مجاني، ولو كان فيها اللايف تذاكر كان خدنا عليكم فلوس صح؟ إيه أكيد أنا أحب الفلوس. طيب السؤال اللي بعده، في واحدة تسأل تقول متأكدة انها واحدة من الاسلوب، كيف احدد رواتب الموظفين؟ على اي اساس يتم تحديد رواتب الموظفين؟ وهل في نظام معين لسلم الرواتب موظفين القطاع الخاص؟ اول شيء باسعار السوق، اروح اشوف سوق، ابحث واشوف اسعار السوق. ما في، والمشكله السوق عشوائيه عندنا، فما في شيء ثابت، فلازم ابدا يعني اشوف الحد الادنى الحد الاعلى. بعدين هذا الراتب يتم تقييم الموظف، ايش وضعه، سينيور جونيور، ايش خبرته. وشيء تعلمته انا، هذه انقرصت منها، ان جاني موظف قال انا راتبي 10,000 وانا اعطيته 10,000، بعدين اكتشفت انه ما كان راتبه 10,000 اصلا. فصرنا عندنا في الشركه ناخذ سلم السالري سليب. طبعا هذه بداياتي، اول ما بديت كنت اوظف وما ادري ايش، وما كان شركه فيها اتش ار، الحين ما شاء الله شركتنا فيها قسم اتش ار، بس بالبدايه هذه من الثغرات اللي طحت فيها. فصرت الحين اي موظف يجي شركه اقول له نحتاج السالري سليب. في شيء ثاني انا حابه بس اعقب عليك واضيف عليك، انه هو جدا مهم تحديد موضوع سلم رواتب الموظفين والجريد سيستم اللي هو الاتش ار جريد سيستم، لما نجي في موضوع القطاع الخاص، ومثل ما ذكر احمد نشوف اول شيء السوق والحد الادنى والحد الاعلى من الراتب. ولا تنسون انت في بدايه المشروع التجاري حاول قد ما نقدر ان ما نوظف عدد كبير من الموظفين، وننتظر حتى يعني المشروع شوي يبتدي يزدهر واقدر اغطي تكاليفهم على المدى البعيد، لان حرام ان انا اجيب موظف، لان فئه المشاريع خلينا نقول الرياديه الصغيره والمبتدئه دائما تميل ان اوكي انا الحين راح اوظف موظف، ولكن انا ما اعرف كيف اديره ومش عارف كيف احط له السالري اكسبكتيشنز وهالاشياء. فالمشاريع الصغيره جدا لا تقوم بعمليه توظيف الا اذا كان الموظف يقدر يستمر معاكم على المدى البعيد، لان حرام انا اوظف حد وبعدين انا بعد 3 شهور اقول لا والله سوري انا ما اقدر اكمل معاك لان انا ما اقدر اغطي تكلفه الراتب. وهذه احد الاشياء اللي يطرحون فيها كثير اصحاب المشاريع الصغيره. اوريدي ما شاء الله يعني كملنا ساعه، فاصلا الانستغرام راح يطردنا بعد شوي، فهل عندك كلمه اخيره حابه توجهها للناس؟ واول شيء حبيت اقول لك ايضا، مش اول شيء، اخر شيء حبيت اقول لك كل عام وانتم بخير. وانتم بخير وصحة وسلامة، وعيدكم مبارك، ونعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. وهذه سنة راح نتذكرها بإذن الله، أو راح نقولها الأجيال القادمة. وإن شاء الله الأزمة ما راح تطول. اللي حبيت أقوله للجميع، كل ما قل رأس المال لازم نعرف أنه راح يزيد المجهود، يتضاعف المجهود، ومجهود موجود، ولكن راح يتضاعف المجهود. وأتمنى من الجميع اعرفوا شيء واحد، الاستشارة ثم الاستشارة للاستشارة. إلى اليوم هذا أنا تعلمت أن الاستشارة هي إضافة معرفة، وإلى اليوم هذا أنا أخذ استشارات، أقدر أطلب استشارة، أنا أطلبها، أنا بالعادة أطلبها من أبورك بصراحة. أشوف ناس إكس مثلا، كان كي بي إم جي، إكس إي واي، إكس أكبر إيجنسي في أمريكا، أخذ
واقول له ابغى اخذ منك استشاره، ادفع له $200 150 بعضهم $400 بعضهم $500، انا اشوف المبلغ يستاهل بالساعه. طبعا ابدا اساله كل الاسئله وازيد، هذا لازم يتم اضافه المعلومات فيه، هذا راس مالك مو الفلوس، هذا راس المال، هذا اللي بيخليك انسان قوي بكره. وتكلم اكبر مستثمر، والمستثمر بيكون فخور انه يستثمر فلوسه فيك معاك، لان انت عندك المعرفه. ودائما اقول المعرفه قوه، ويعطيكم العافيه، ويومكم وليلتكم سعيد ان شاء الله. فعشان أكمل عليك، مش المهم يكون عندك مال، المهم يكون عندك راس. وجدا أنا أيضا أناشد وأركز أو أشدد على موضوع الاستشارات، لأن ما خاب من استشار، وكل من كل ما استشرته كل ما أنتم أثريتوا في العقل. وفي النهاية حتى المستثمرين وحتى الممولين عندما يقومون بعملية التمويل أو عملية الشراكة، هم لا يمولون الفكرة كثر ما هم يمولون صاحب الفكرة، لأنهم يؤمنون بعطائك ويشوفون ذكائك ويشوفون استمراريتك، يبون يضمنون أن هذا المشروع سوف يستمر على المدى البعيد. أحمد ما قصرت، وإن شاء الله أتمنى لك إجازة جميلة خلال الأسبوعين، وإن شاء الله أتمنى أن هذا مش آخر لايف مشترك بيننا، ويكون عندنا تتبعات إن شاء الله على فترات متتالية. وجزاك الله ألف خير على كل المعلومات الطيبة اللي أنت شاركتها لنا جميع، وكل عام وانت بخير لك وللأسرة الكريمة، وإن شاء الله نشوفك من الأسماء اللامعة في مجال ريادة الأعمال والبزنس. يعطيك العافية وشكرا لكم، مع السلامة، فما شكرا. الله. سلام.